مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا والأكثر كفاءة، رحبوا معي بالأستاذ مصطفى حسن، الفاوندر والسي اي او لشركة IBA Group of Companies. بداية Good afternoon boss. أهلا وسهلا حبيبي. أهلا وسهلا. تمام، كتر خير الله. أهلا وسهلا فيك. طبعا أستاذ مصطفى، بالبداية بحب أتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين أكثر بحضرتك وعن بداية. مرحبا جميعا. في موضوع البزنس تفضل. اسمي مصطفى حسن، جيت بال 2004 على دولة الإمارات العربية. كنت حابب لقي وظيفة قدر اشتغل فيها وطور حالي وطور مهاراتي. كنت مفكر حالي صراحة اجي تقريبا سنة سنتين ثلاث سنين وبعدين ارجع على لبنان. بعدين اكتشفت انه طموحاتي اكتر من هيك صارت من بعد ثالث شهر فقط بالامارات. اشتغلت بكذا مجال لحتى لقيت الوظيفة المناسبة لي اللي هي كانت بمجال الاعلام. اشتغلت بتلفزيون الشارقة، راديو الرابعة، اشتغلت بالسيلز اكزيكوتيف، بعدين صرت اشتغل از سيلز مانجر بالادارة، بعدين اكاونت مانجر، استلمت اكاونتات كتير كبيرة، تعلمت اشياء كتيرة من الاذاعة وتعلمت اشياء كتيرة من المديرين السابقين كانوا عنديهم بقلب الشركة وتشكرهم جزيلا لهذا الموضوع. بعدين بال 2011 اكتشفت انه انا لا، لازم بلش شغل لقلي. صار عندي معلومات كتيرة فيني قدر استخدمها استفاد منها. مثل ما بتعرفوا الامارات، دولة الامارات العربية المتحدة، ما شاء الله بتعلم قد ما كنت، يعني قد ما كنت احس حالي انه انا بفهم بالشغل بفهم بالحياة، كنت اكتشف كل يوم كنت اتعلم اشياء جديدة بدولة الامارات. نعم. صحيح. من شيوخ، من حكام، من مدراء، من اساتذة، من اشياء كثيرة. حتى كملت علم الاعلام موجود كمان بالامارات. حلو. فتحت الشركة الاي بي اي، كانت اول شركة موجودة، كانت هي بال 2011 وبعدها الحمد لله قائمة موجودة بالبزنس باي. بنشتغل احنا بمجال الاعلامات، عدة مجالات، يعني شيء له علاقة بالفيديوهات، بالويب سايت، بالراديو، بالكامبين، نعمل راديو كامبين، نعمل ميديا بلان، بنشتغل بالاسماس، بنشتغل بالفيديو برودكشن، بنشتغل كل شيء له علاقة بالليد جينيريشن سوليوشن، حتى بنشتغل بحلول الاعمال لكل شركة، بنعملها ستادي، بنعملها اوديت ريبورت. بالضبط. هذا السؤال اللي كنت بدي اسالك اياه استاذ مصطفى، اللي هو خبرنا عن الشركات الاخرى ونشاطاتها، شو بتقدم فيها؟ في عنا كمان نحن فتحت كمان الحمد لله رب العالمين بالاميجريشن، الفا اميجريشن، فتحت الفا اميجريشن، فتحت كمان شركة تانية لها علاقة بالبلاتفورمز، فتحت كمان ببريطانيا بلندن بمانشستر، فتحت كمان شركة اميجريشن وعنا محاميين هناك، وكمان فتحنا هلأ الحمد لله رب العالمين بقطر، وفتحين كمان بلبنان. يعني عم نحكي نحن على 7 شركات و36 موظف بالوقت الراهن. برافو. بس بإذن الله بعد شهرين 3 شهور إني حنكون 40 موظف باذن الله ان شاء وجل. الله. واحنا بنتمنى انه نشوفها 100 موظف ونشوفكم بالجي سي سي. شكرا. وهذا كمان في شغله كثير مهمه، انه الاحلام ما عم تقدر توقف، لانه كل ما عم تكبر ما شاء الله تبارك الرحمن دوله الامارات عم نتعلم منها اكثر ونستوعب اكثر شغلات ونفهم اكثر شغلات ونقدر نطور كمان شغلات. يعني لما فتحت انا الاميجريشن ما كان براسي انه انا افتح شيء له علاقه بالهجره او بالبزنس، هو خدمات سيدات ورجال الأعمال الموجودة هون، نحن بنفتح لهم بزنس موجود ببريطانيا وبنكمل فيهم. ما كنت متوقع أنا هالشيء أعمله، بس كمان لأنه الأوبورتيونيتي الموجود بالإمارات. طبعاً. يومياً ناس جديدة عم تفوت على الإمارات، عم نتعلم منهم بنفس الوقت وعم نستفيد وعم نفتح شغل ونكمل شغلنا الحمد لله رب العالمين. برافو عليك ما شاء الله. طبعا من قناة ABC العربية بنتمنى لك التقدم والنجاح. شكرا. أكثر. شكرا. وأكثر. شكرا. أستاذ مصطفى حسن، لأنه فعلا أنت بتستاهل وبتستحق تكون ناجح بحياتك. مشكور. الله يحفظك. لأنه قصة نجاحك بصراحة قصة مشرفة والواحد بفتخر فيها، إحنا كعرب بنفتخر فيها. حبيبي. وسام بنحط على الصدر، لأنه فعلا النجاح يولد من رحم المعاناة. شكرا. الآن أستاذ مصطفى، في سؤال كتير مهم. لا. عن التميز بدولة الإمارات. إحنا بنشوف يعني دولة الإمارات دولة سوقها كتير كبير وسوق منافس، في شركات كتير برودكشنز، شركات الأدفرتايزمنت اللي بنفس المجال، فكيف إحنا قدرنا نتميز بالرغم من هاي المنافسة ونكون يعني نقنع مجتمع كامل بالبرودكشن تبعنا؟ تفضل. هلا أنا بالنسبة إلي إذا بدي أعطيك على سؤال وجواب شخصي بالنسبة إلي،
أنا خبرت من شوي إنه عم نتعلم كتير من دولة الإمارات. نعم. إشياء كتيري. يعني كيف نحنا ممكن نحنا نأخذ أفكار ونرجع نطورها لهالأفكار. وهذا الشيء نحنا نقدر نحقق منه شغلات كتيري. في شغلات كتيري موجودة بالإمارات تشبه بعضها. بس إذا أنت بدك تكون حريص لنجاحك ما تكون رقم اثنين بالإمارات. بالأدفرتايزمنت. أحسن. يعني بدك تشتغل أنت بهذا المجال كون رقم واحد. برافو. أنت عمل ديفلوبمنت لأفكار كتيري. في عنا أشياء بتشبه كتير بعضها. بس نحن لما منطور هذا الشيء منقدر نحن نوصل لرقم واحد، نقدر ناكل السوق كمصاري كبزنس بالضبط بست شهور سبع شهور وما توقف، لأنه غيرك حيرجع يقلدك وغيرك حيرجع يعمل نفس اللي انت عم تعمله، وكل اللي عليك ترجع تعمل ديفلوبمنت لفكرة جديدة. أحسن. لأفكار جديدة ونون ستوب. بهالطريقة بتقدر انت تتميز شو ما كانت شغلتك. الله سبحانه وتعالى بيعطي لكل إنسان تالنت معين. صحيح. هيدا التالنت إذا هو بيعرفه هالإنسان شو الله سبحانه وتعالى عاطيه لازم يستغلها. صحيح. يستغله يطورها ويطلع من وراها مصاري. أحسنت برافو عليك. الآن إحنا عايشين هنا بدولة الإمارات، دولة رقم واحد بالعالم، بتنعم بالأمن والأمان. صحيح. بالرفاهية، بالبيئة الاستثمارية، بالسعادة. صحيح. إلى من عند ما بنخلص. صحيح. صحيح. فإحنا بدنا رسالة شكر. بتعرف إذا بدك تتشكر ما بتخلص، لأنه بحكيك إياها بكل صراحة، أنا بنيت حالي الحمد لله رب العالمين بدولة الإمارات. يعني أنا بحس حالي لو كنت موجود ببلد تاني أو بلد الأم ما كنت قدرت أنا أوصل للي أنا وصلت له لهون. صحيح. ف يعني بلد الأم عطتني باسبور، عطتني اسم، عطتني جنسية، بس ما عطتني كيان. أنا كياني مبنى بهون بالإمارات. فأنا ماني عارف من وين بدي بلش أتشكر. أتشكر اللي عطاني opportunity يكون أب، ولا لأنه اللي عطاني opportunity يكون صاحب شركة، صاحب شركات، أو opportunity إنه أنا أتشكر إنه أنا معيش ولادي ببيئة آمنة. أنا ماني عارف من وين بدي بلش، بس أنا الكل اللي بقول بحب أتشكر جميع حكام وشيوخ الإمارات على الدعم المستمر، وبنفس الوقت على جهودهم الجبارة وتحقيق الأمن والأمان لجميع المستثمرين والمقيمين في دولة الإمارات الطيبة. وبتمنى لهم التقدم والنجاح، وأعتز أني أنا موجود بدولة الإمارات، وإن شاء الله دولة الإمارات لقدام وللنجاح إن شاء الله. وإحنا كمان من قناة ABC العربية بنتشكر شيوخ حكام دولة الإمارات وحكومة دولة الإمارات أيضا لدعمها للمستثمرين والمقيمين هون. نتشكرك أستاذ مصطفى. شكرا حسن. شكرا لمجهودكم، شكرا للتيم عنكم كتير بروفيشنال. بتشكركم. شكرا كلك ذوق لاستضافتك الجميلة ولحسن الضيافة أيضا. حبيبي. لوقتك الثمين. بس قبل نهاية البرنامج بحب أخذ منك موقع الشركة وين إحنا موجودين. نحن بدبي. موجودين بأحلى نقطة بالبزنس باي اللي هي مقابل برج خليفة الطابق 25. فيو كتير حلو. أكيد. فسهولة الوصول. إيه سهولة الوصول. يعني موجودين بس بكلافر باي أصلاً. بس تكتب IBA advertisement دبي بتبين دغري على جوجل. إيه. وهو بالمناسبة أرقام التواصل والويب سايت بأسفل الشاشة. بإذن. بتشكرك مرة حبيبي. لوقتك مشكور. جزاك الله خير. شكرا لك. الله يحفظك. شكرا مشاهدين الكرام، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا الجمعة والسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.